الشمس ربما اكيد هي طبعا التاثير يعني الاكستريميتي او الاكثر خطوره هي ضربه الشمس، ومن ثم تاتي الحروق بدرجاتها المختلفه، الحروق الشمسيه، وعندنا طبعا حتى الصداع بسبب الجفاف والتعب والوهن بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وعدم قدرة الجسم على محافظة على توازن درجة حرارة الجسم، وبالتالي التأثير على القلب. وإضافة إلى ذلك نتحدث عن الفئتين الأكثر تضرراً اللي هم الكبار في السن والصغار في السن، هؤلاء طبعاً اللي يتحسسوا أكثر لدرجات الحرارة. نحن نعلم أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة التعرق في الجسم وزيادة ضخ الدم للجلد، وهذا طبعا حتى يستطيع الجسم أنه يعمل دفاع حتى يخفض من درجة حرارة تاع الجسم. طبعا أحيانا ممكن أن يحدث هذا الاختلال في التوازن وفي قدرة الجلد على خفض درجة حرارة الجسم، خاصة عند التعرض الكثيف لدرجة الحرارة العالية ما بين 10 و 4 مساء، وبالتالي تحدث نبدأ بها ضربة الشمس اللي هي الأكثر خطورة، وممكن أن تصل حتى الفقدان الكامل للوعي.